في سياق آخر، أكد وزير شؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن كل ما أثير حول شيخ الطاهر آية العلجد لا أساس له من الصحة، قائلا: أنا أخجل له أن أتكلم عن منحة زهيدة كهاته، مشيرا إلى أنه طالب بفتح تحقيق معمق عن مصدر الإشاعة ومعاقبة الضالعين فيها. لم يفكر ولم يأمر أحد بأن يقيم الشيخ، فهو الذي يقيم الآخرين، ولا أن توقف منحته فهي منحة زهيدة. وأنا أخجل أن أتكلم عن منحة للشيخ محمد طاهر آية العلجد، لكنني أقول بأن هناك قوى شريرة أشاعت هذه الحادثة، أشاعت هذا الإفك، ولذلك أمرت وأنا جاد في هذا الأمر بفتح تحقيق. ومهما كان درجة مسؤولية الشخص الذي بث هذه الفتنة في المجتمع وبث هذه الفتنة في أوساط الشعب الجزائري، سوف يدفع ثمنا غاليا على ضوء قوانين الجمهورية الجزائرية. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير محمد